أخطر وأكبر أنواع الثعابين والأفاعي في العالم. تشكل الأفاعي مصدراً للرعب لدى أغلب البشر، ولا بد أن أغلبنا يستغرب من الأشخاص الذين يربون الثعابين في منزلهم ويلعبون مع هذه الكائنات الخطيرة. لكن هل نعرف ما يكفي عن هذه المخلوقات؟ سنتعرف معا على أخطر أنواع الثعابين والأفاعي في العالم، كما سنستعرض معا أبرز المعلومات التي تتعلق بحياة الأفعى. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل جديد. وإذا لديكم ترشيح لحلقة، اكتبوا لنا في التعليقات معلومات أساسية عن الثعابين والأفاعي. الاسم علمي الحياة، وهذه التسمية تشمل الذكور والإناث السامة والعاصرة. المملكة الحيوانات، الفصيلة الزواحف، العمر من 3 سنوات إلى 50 سنة، الوزن، تعتبر أفعى أناكوندا أثقل أنواع الحياة ويصل وزنها إلى 250، السرعة الأقصى 32 كيلو مترا، علما أن قياس سرعة الأفعى ما زال أمرا صعبا، الطول من 10 سنتيمترات إلى 10 أمتار، الموطن جميع القارات باستثناء المناطق المتجمدة، نمط الحياة انفرادي، الغذاء لحوم، الأسلحة، تستخدم الأفعى نيابها وسمها في القضاء على فرائسها أو تقوم بالالتفاف حول الفريسة لعصرها، العلامات المميزة، الأفعى تستخدم لسانها في الشم، كما أن عيونها لا تتحرك وليس لها جفون، وتبدل بشرتها عدة مرات في السنة، قد تصل إلى 3 مرات. الفرق بين الثعبان والأفعى والحي. لا تكاد المصادر اللغوية تتفق بشأن دلالة التسميات المختلفة للحياة، فمنها ما يشير إلى أن الثعابين تجمع كل أنواع الأفاعي والحياة، ومنها ما يشير إلى أن الثعابين هي الذكور من الأفاعي الضخمة، وأن لفظ الجامع لكل الأنواع هي الحية، ذلك أن الحية تطلق على عموم الزواحف الطويلة، ويختص منها الحية التي تسعى، أي التي تمشي باستمرار وتبحث عن فرائسها. وقد ذكرت في القرآن الكريم في سورة طه الآية 20 قال: ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. أما الثعب كما يشير المجمع فهي الذكور، وهي أضخم الحية، في حين أن الأفعى هي التي لا تسعى بل تلتف حول نفسها، وإن مشت تمشي متثنيا، والمذكر منها أفعوان، كما تكون الأفعى دقيقة العنق وعريضة الرأس مثل الكوبرا. أخطر أنواع الأفاعي السامة في العالم. أفعى النمر، وتسمى أفعى النمر الأسترالية بهذا الاسم لأن جلدها الغامق مخطط باللون الأصفر، ويبلغ طولها من 100 سنتيمترا وحتى 250 سنتيمترا. وهذه الأفعى من الأنواع الفتاكة، حيث يمكن لسمها أن يقتل الإنسان خلال 30 دقيقة، وسيكون المصاب بلدغتها ميتا غالبا خلال أقل من 24 ساعة إن لم يحصل على المص المضاد، حيث بلغت نسبة الوفيات قبل اكتشاف المص المضاد حوالي 70%. ومن أعراض سمها آلام في الأعصاب خاصة في العنق والقدم مع صعوبة في التنفس، كما يؤدي السم العصبي إلى الشلل التام، علما أن الأفعى النمر تكون ميالة للهرب، لكنها ستقوم باستخدام سمها إذا شعرت ألا مفر أو إن تعرضت لهجوم فاشل من قبل الإنسان. أفعى الموت، وكانت تعرف سابقا بالأفعى الصماء لأنها قليل الحركة ولا تفزع من اقتراب الإنسان منها، لكن في الحقيقة هي أفعى خبيثة تشعر بالحركة لكنها لا تتحرك بقصد الانقضاض على فريستها، كما تعتبر من أسرع الأفاعي في الانقضاض واللدغ، وتمتلك سما عصبيا فتاكا يؤدي إلى أعراض شبيهة بأعراض لدغ أفعى النمر. وتعيش أفعى الموت في استراليا وإندونيسيا بشكل رئيسي، كما تتميز بلون أسود رمادي أو مخطط على شكل دوائر، ونهاية ذيلها تميل إلى البياض. أفعى تيبان، كما تلاحظون فإن الأفاعي الأسترالية تتصدر قائمة الأفاعي السامة حول العالم، لكن أفعى تايبان الأسترالية تمتلك واحدا من أكثر السموم خطورة على وجه الكرة الأرضية، لكنها في نفس الوقت لا تعتبر الأكثر فكا بالإنسان لأسباب تتعلق بطبيعة حياتها. وهذا النوع من الأفاعي ينقسم إلى نوعين فرعيين، الساحلية والداخلية أو البرية. إنلاند تايبان،
أفعى تايبان البرية تمتلك السم الأقوى بين الأفاعي في العالم، حيث تكفي كمية السم في اللدغة الواحدة لقتل مليون فأر دفعة واحد، أي حوالي 100 إنسان في اللدغة الواحد. ويقترب معدل الوفاة للمصاب بلدغة هذا النوع من الأفاعي من 100%، إذا لم يحصل على المص المضاد بسرعة. لكن على الرغم من ذلك، لا تشكل هذه الأفعى خطورة كبيرة على الإنسان، لأنها تميل إلى الاختباء والعيش في الأماكن النائية. لذلك تعتبر أفعى تايبان الساحلية أكثر خطورة على الرغم من أن سمها أقل قوة. كوستيل تايبان هي النسخة الثانية من أفعى تايبان البرية، وتمتلك سما فتاكا يكفي لقتل 200,000 فأر دفعة واحد، وتعتبر أكثر عدوانية من البرية، كما تتسبب بحالات وفاة مرتفعة في استراليا، خاصة قبل اكتشاف المص المضاد في الخمسينيات من القرن الماضي. الكوبرا الهندي، وتعرف أيضا باسم الناجن ناجن أو ناجن، ويمكن إيجادها في كافة أنحاء الهند، حيث تعتبر من أكثر أفاعي الهند فتكا، وهي من الأفاعي السامة متوسط الحجم، حيث يكون طولها من 1.8 مترا إلى 2.2 مترا، وتتغذى على الجرذان والفئران بشكل رئيسي، كما يمكن استخدام سمها في صناعة الأدوية. الكوبرا الملك، أطول أفعى سامة في العالم، حيث يصل طولها إلى حوالي 6 أمتار، ويمكن لسمها أن يقضي على فيل خلال بضع ساعات. ويتميز ملك الكوبرا بسرعة اندفاعه أثناء الهجوم ووقفته الدفاعية الشهير. كما تعيش أفاعي كوبرا الملك في الهند والصين والفلبين. أفعى مامبا السوداء، حوالي 120 ميليغراما من السم العصبي الفتاكة في اللدغة الواحد، مع مقدرة رهيبة على توجيه 12 ضربة متتالية لخصمها، إضافة إلى سرعة تفوق 20 كيلو مترا. هذه هي أفعى مامبا السوداء التي تعيش بشكل رئيسي في أفريقيا، حيث يقترب معدل الوفاة من 100% من المصابين بلدغة هذه الأفعى، كما أنها شديدة العدواني، فيؤدي سمها إلى ازدواج الرؤية وازدياد إفراز اللعاب مع الزهد، ثم الشلل والغيبوبة إذا لم يتلقى المصاب العلاج الفوري. أكبر الأفاعي العاصرة في العالم، الأفاعي العاصرة أو القابضة لا تعتمد على السم، بل على خنق الضحي وتحطيم عظامها. وعلى الرغم من وجود أنواع أكثر من الأفاعي السم، والتي تعيش في مناطق مأهولة، لكنها لم تأخذ الحصة التي أخذتها الأفاعي العاصرة من الأفلام السينمائي. من منا لا يتذكر قصة فيلم الأناكوندا العملاق؟ سنتعرف معا على أشهر 3 أنواع من الأفاعي العاصر وأكبر ثعبان في العالم. الأناكوندا أثقل أفعى في العالم، يتراوح طول الأناكوندا العملاقة بين 6 أمتار و 7.5 مترا، ويعتقد أنها تصل لأكثر من ذلك، فيما يكون محيطها حوالي 30 سنتيمترا. كما يبلغ وزن الأناكوندا حوالي 230 كيلو غراما، لتكون بذلك أثقل أفعى في العالم، لولا بعض الاكتشافات التي سنذكرها، حيث حافظت على الصفة الأثقل بالرغم من المنافسة الشديدة التي دخلتها كأطول أفعى في العالم. لكن إلى اليوم ما زال الجدل دائرا حول من هي الأطول، وذلك بسبب المقارنة بين الأفاعي الطليقة في بيئتها والأسير. تتميز الأناكوندا بقدرتها على افتراس الحيوانات الكبيرة والمفترسة مثل التماسيح، حيث تقوم بالالتفاف حول فريستها وتنفيذ الانقباض العضلي الذي يؤدي لاختناق الضحية أو سحقها. ثم تقوم الأناكوندا بابتلاع ضحيتها دفعة واحدة مع قدرة على فتح الفكين، لتتسع لجسد الضحية كاملا دون مضغ أو تقطيع. كما تستطيع الأناكوندا تمييز ضحاياها عن طريق استشعار الحركة، إضافة إلى قدرتها على استشعار الحرارة، علما أن الأناكوندا تعيش في أمريكا الجنوبية موطنها الأصلي، وتعتبر المستنقعات والغابات بيئتها المثالية. ميدوزا، أطول أفاعي العالم في موسوعة جينيس. في شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2011، تم تسجيل أفعى ميدوزا العاصرة كأطول أفعى في العالم في موسوعة جينيس، حيث يبلغ طولها 767 سنتيمترا، بوزن 158.8 كيلو جراما، وهي المنافس الأشد لناكوندا من حيث الطول. لكن ما حصل في شهر نيسان أبريل عام 2016 دمر أحلام ميدوزا والناكوندا،
حيث تم اكتشاف أفعى عملاقة في ماليزيا وصل طولها إلى 8 أمتار ووزنها إلى 250 كيلوغراما. لكن للأسف ماتت هذه الأفعى بعد 3 أيام فقط من أسرها. وعلى الرغم من ذلك ليست الأطول على الإطلاق. الأفعى الشبكية أطول أفعى تم العثور عليها حتى الآن. يعتقد ذو البعض أن الأناكوندا قادرة على النمو أكثر مما نعرف، كما يعتقد آخرون أن الميدوزا المسجلة في جينيس عام 2011 هي الأطول بلا منازع. لكن ماذا سيقولون عن الأفعى الشبكي؟ حيث اكتشفت إحدى هذه الأفاعي في إندونيسيا عام 1912 والتي بلغ طولها أكثر من 10 مترات. كما أن هذه الأفعى تتميز بطريقة احتضانها لبيوضها، حيث تضع كمية كبيرة من البيض قد تصل إلى 100 بيض، وتقوم بلف جسدها الطويل فوق البيوض حتى تفقس، وقد يستغرق ذلك 80 يوما. تيتانوب أكبر أفعى عاشت في كوكبنا. يعتقد ذو العلماء أن أفعى تيتانوب المنقرضة هي أكبر أفعى عاشت على وجه الأرض، حيث تم اكتشاف أحافير في منجم للفحم في كولومبيا تشير إلى وجود هذا الثعبان الهائل الذي يصل طوله إلى حوالي من 12 إلى 15 مترا ووزنه يتجاوز الطن، ليعتبر أطول ثعبان عرفته الأرض وعاش قبل أكثر من 58 مليون سنة مضت. ختاما، ربما تكون القراءة عن الأفاعي ممتعة نوعا ما، لكن ستبقى هذه الكائنات من أكثر الحيوانات المرعبة بالنسبة للإنسان لقدرتها الهائلة على قتله. شاركونا تجاربكم مع الأفاعي. الآن انتهينا، وإذا لديكم ترشيح لحلقة اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسى الأعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الأشعارات ليصلك كل جديد.